عشرة البيوت بالنسبة للمرأة أن تتلطف في مخاطبة زوجها وأن تخاطبه بالألقاب المحببة إلى قلبه. قالت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. ومرادها رضي الله عنها وأرضاها بسيدها زوجها أبو الدرداء رضي الله عنه، فلقبته بسيدي تلطفا في العبارة المعبرة عن زوجها. وقالت امرأة سعيد بن المسيب التابعي الجليل: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. رواه أبو نعيم. ما كنا نكلم أزواجنا، يعني ما كنا معاشر نساء التابعين نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أي أنهن كنا ينتقين العبارات وأحسن الألفاظ في مخاطبة الأزواج.